يشكو شيخ صالح من اختلاف العلماء، فهل من كلمة في بداية هذا اللقاء؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، اختلاف العلماء على نوعين. النوع الأول الاختلاف في الأصول والعقيدة، وهذا أمر لا يجوز، لأن العقيدة يجب أن تكون محل إجماع، لأن العقيدة تؤخذ من الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، وهذا لا اختلاف فيه بحمد الله، لأن العقيدة توقيفية، ليست من مواطن الاجتهاد والاختلاف، وإنما تتلقى وتؤخذ من الكتاب والسنة، ويجب الاجتماع عليها وعدم الاختلاف فيها. وأما الاختلاف في مسائل الفقه والاستنباط فهذا لا حرج في الاختلاف فيه، لأنه يتبع مدارك الناس واستعدادهم العلمي لفهم المسائل من الكتاب والسنة، وكل يؤتيه الله سبحانه وتعالى من الفهم والاستطاعة ما يختص به، فلا بد من الاختلاف في مسائل الاجتهاد، ولكن الواجب العمل بما دل عليه الدليل من اجتهادات العلماء، فينظر في اجتهادات العلماء وتعرض على الأدلة فما ظهر معه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجب العمل به، وما خالف الدليل فإنه لا يعمل به. المدار إذن على الدليل من ناحية العمل، أما من ناحية الاجتهاد والاستنباط الذي عنده مقدرة وعنده مؤهلات علمية للاجتهاد والاستنباط لا بأس أن يجتهد ويعمل بما توصل إليه اجتهاده وترجح لديه فهمه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الاختلاف في المسائل الفقهية كان موجودا في عصر الصحابة ومن بعدهم، ولم يعد بعضهم على بعض، ولم يوجب هذا الاختلاف بينهم ولم يوجب هذا الاختلاف تباغضهم أو تنافرهم أو تقاطع بعضهم من بعض، بل كانوا إخوة مجتمعين ولو كانوا مختلفين في بعض المسائل الفقهية، لأنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ولكن كما ذكرنا العمل على ما قام عليه الدليل أو ما ترجح بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.